الا تحصيل حاصل. حنا كنا نبهنا الخطوره ديال الدور الى السقوط، والحمد لله اليوم ربي يستر ما عندناش ضحايا، الحمد لله ما كاين حتى شي واحد تصاب في هذا المنزل هذا، ومازال غادي نشوفوا الكوارث الا ما تحلش هذا المشكل هذا. حنا ما مره نبهنا بالخطوره ديال الدور الى السقوط، وقلنا بان هذا الملف راه هو ملف استعجالي وخصو يتحل في اقرب الاجل، ولكن مع كامل الاسف ما كايناش اراده سياسيه من طرف هاد الناس المسؤولين باش انهم يحلوا هاد المشاكل ديال الدور الاير للسقوط اللي مهدده دائما بالانهيار على الساكنه ديالتها. فكما كانت العطفه ديال سيدنا اللي جابت 10 المليون باش ان الانسان هو اللي كيطرح حل ب 10 ديال المليون بعد ما كانت 20 ديال المليون، والتدخل ديال سيدنا هو اللي عطى هذا الامتياز للمواطنين باش ولاو كيمشيو ب 10 المليون كيتحولوا. فاليوم بغينا هذا الملف هذا ديال هذا الدور الاير للسقوط بشكل استعجالي، لانه خصو يتحل قبل ما غادي توقع كوارث اخرى، لان هاد كلها هاد المنازل تقريبا واحد الغالبيه الصاعقه دارت فيها ليكسبيرتيز، دارت فيها خبره، وكلها بالال بي دوزو بانها منازل قايله للسقوط في اي لحظه تقدر تسقط. وكاين والاكثر من هذا كاين قرارات ديال الافراغ صادره عن مقاطعه سيدي بليوط ومسيني فيها الرئيس اللي كان عبد الحق الناجحي، وحتى كنظن حتى الرئيسه اللي جات جديده حتى هي مسيني في بعض القرارات اللي كتقول بان هاد الساكنه خصهم يفرغوا هذوك المنازل بحكم الاكسبيرتيز اللي دارت، الخبره اللي دارت، لانها دور كلها مهدده بالانهيار في اي وقت. فالى متى غادي نبقاو نشوفوها؟ اليوم الحمد لله والشكر لله بانه ما كاينش اصابات وخرجات طريفه، ولكن غدا ولا بعد غدا وحنا يمكن تقدر تجي امطار، تقدر تجي بزاف ديال المسائل مع الشمس، كلشي كيتفرق على الحيوطه كلهم مع واكل البرد مع واكل. وكاين واحد المشكل اخر، كاين بعض البنايات كتزاد، بنايات جديده كتزاد، بنايه كتزاد فوقها بيت كذلك. من المسؤول على هذا الوضع؟ هذه رساله كنوجهها للمسؤولين. دور متهالكه، وعندي حاله ديال مع الاخت هنا، الاخت حنان، لانه داك الشيء باقي جديد باقي فريك. اذا من المسؤول على هذا الوضع هذا؟ مازال كنزيدوا نبنيو فوق شي فوق شي، وداك الشيء متهالك. اذا علاش كنقلبوا؟ كيكريو العباد الله هنا تنقلبوا على المآسك وتنقلبوا على الضحايا. انا قالوا لي كاين غير شي واحد ساكن، واحد اللي كاين، راه يمكن عائله واحده اللي كاينه. الحمد لله، بعد الحمد لله، بعد ملي ما كان لا اصابات هذا هو الربح الكبير. ودابا خصنا نشوفوا دابا الناس المسؤولين باش ان هذه ياخذوا بيد هذه العائله، هذه الاسره هذه المكلومه، لانها من اليوم اصبحت عائله مشرده ما عندهاش فين تمشي. غادي ياخذوا من الزنقه كملجا لهم. فكنناشدوا المسؤولين باش انهم ياخذوا بيد هذه الاسره هذه ويرحلوهم في اقرب الاجال بطبيعه الحال مع مقاربه اجتماعيه اللي كتنصف هاد الناس هادو. ما نديروش مقاربه ماليه ولا نديرو مقاربه تجاريه، هاد الناس هادو خصهم يمشيو على حساب الامكانيات ديالهم، لان ما يمكنش اليوم واحد اللي مثلا غير مياوم ومثلا واحد غير اللي طالب معاشه ولا كيدير فراشه ولا كيبيع مثلا غير السر ديالو كيبيع كذا، تجي اليوم تنزل عليه بواحد التخيط. وحنا كنعرفوا بلي ان نسبه الفائده تزادت 3%، ايوا هاد المواطن المسحوق اجتماعيا فين غادي يمشي؟ اذا راه كيفضل انه يموت في داره ولا انه يمشي يدير شي حاجه اخرى. زائد ان حتى الساكنه اللي تترحل الى هوامش مدينه الدار البيضاء، ما كيبقاوش كاع ولاد كازا، كاين دابا ما كاين غير المحمديه ولاد صالح طلع فوق زيت الرحمه، دابا حتى الرحمه دابا ما بقاتش. اذا واحد الانسان اللي كان عنده مورد ديال الرزق ديالو مثلا في المدينه القديمه، كياخذ من واحد التجاره مثلا اللي بنى عليها حياته ودار بها وليدات، اليوم كتجي كتلوحوا في واحد المنطقه اللي هي نائيه ما فيها حتى حاجه، اذا بحال اللي كتعدموا. وراه كاين دابا الناس مساكن اللي كانوا ترحلوا وراه ما كيخلصوش دابا لي تخيط، ماشي ما بغوش يخلصوا، ولكن راه ما عندهمش الغالب الله. عندنا حالات ديال الناس راه ما تيخلصوش، هادو راه ما عندهمش، هادو راه هزات ولادها كويله. هانت عندها خمسه ديال الوليدات، وكاين غير المراه والراجل، عندها خمسه ديال الاولاد، هي سميتها دليله، خرز دليله، وراجلها سميتو عمر. عندها خمسه ديال الوليدات، عندها خمسه البنات كبار، وهزات ولادها هزاتهم من هنايا باش ما طيحش عليها الدار، وخرجات، ومن شحال هذه الناس راه سابوا ديال الدار، بقات هي بوحدها. بقى
بقات هنا في الدار. السبب علاش؟ السبب حيت ما عندهاش باش تمشي، ما عندهاش هذيك تقريبا 10 المليون باش غتمشي. المقاربه الاجتماعيه ما عندهاش. كنهضروا على المقاربه الاجتماعيه، شهاده حيه ديال الاخ ولد الحي، التليفون ها هو موجود. اذا حنا مره اخرى كمجتمع مدني وكساكنه ديال المدينه القديمه نناشد المسؤولين باش انهم ياخذوا بيد هاد الناس اللي مستضعفين ولا مسحوقين اجتماعيا واللي ما عندهمش ولا حول لهم ولا قوة، مواطن المغرب، باش انهم يديروا معهم مقاربه اجتماعيه ويساعدوهم على حساب المستطاع ديالهم.